يا دكتور، انا عملت دلوقتي كشفت، متجوزه بقالي 5 شهور. تمام، كشفت. هي المشكله عندي بس ان البريود بتيجي كل 22 يوم. تمام، ايوه فكشفت، الدكتور قال لي ان الدنيا تمام خالص وما فيش حاجه، بس هي المشكله ان الدوره بتيجي كل 22 يوم. فزوجي حلل وكده، فلقى ان يعني الحيوان كتير، بس هي الحركه هي اللي صفر. تمام، ايوه فدلوقتي يا دكتور لا، عنده برضو ان هي في دوالي في الخصية وكده. مم. فانا عايزة اعرف، هي الدوالي اللي يعني هتتحل بالعلاج، ولا هو ضروري عملية عشان يحصل خلفة؟ هو حضرتك اول بالكوا دي متزوجين يا ياسمين؟ بقالنا دلوقتي 5 شهور. حضرتك عندك كام سنة؟ انا دلوقتي عندي 27 سنة، 27. وزوجي 28. تمام، طب اتفضلي يا ياسمين. بشكرك يا ياسمين. شكرا لحضرتك. طبعا 27 28 دول صغيرين، 5 شهور مش كافية. يبقى الإجابة إيه؟ إن إحنا نسيبهم فترة ننتظر تانية علشان ندي فرصة للإنجاب. طبعا هم بعد 5 شهور نتيجة الضغط النفسي والعائلي وإلى آخره، وهي برضو قالت أنا جاهز عشان الضرر بيجيني كل 22 يوم أروح للدكتور. فالدكتور طبعا بدأ بالزوج، قال له عمل تحليل سائل منوي، فقال له لا، أنت عندك سائل منوي كويس بس الحركة قليلة شوية. طبعا في أدوية بتتاخد عشان تحسين حركة الحياة المنوية. موضوع وجود الدوالي عند الزوج، دوالي الخصيتين عند الزوج، الحقيقه ده موضوع مهم جدا، ولكن مرتبط بحاله السائل المنوي. يعني هو عنده دوالي بس السائل المنوي كويس، خلاص يبقى هنعمل له ايه؟ هنسيبه. لكن عنده دوالي والسائل المنوي مش كويس، فبنقول له جايز تكون دي السبب وجايز ما تكونش السبب. عشان كده لما بيروح يعملوا عمليات الازواج دول بنقول له سيب سائل منوي في المعمل، عشان جايز بعد العمليه تسوء، فيبقى احنا فقدنا اللي كان موجود عندنا. وجايز تتحسن، خلاص يبقى مبروك، وجايز تفضل زي ما انت، يعني بعد عمليه الدوالي يفضل زي ما هو او يتحسن او يسوء. فلو ساء يبقى احنا مخزنين له سائل منوي يسمح بانه يتعامل بيه لو ما حصلش يعني نصيب ولا حاجه. فبالتالي الدوالي اجابتها هي دي، ان احنا بنقول الدوالي دي تعمل عمليه او ما تعملش مرتبطه بشكل السائل المنوي. لا، اصل الحركه وحشه، طب خلاص هندي ادويه تحسن الحركه، وفي ادويه بتاخد عشان تحسين الحركه وعشان تحسين شكل السائل المنوي وعشان تحسين اللزوجه بتاعت السائل المنوي. كل دي حاجات بتصب في ان السائل المنوي يبقى في حاله جيده. اوكي، خلاص. بالنسبه بقى لياسمين، بيجيها الدوره كل 22 يوم. ده باترن، او يعني ده طريقه من طرق الدورات الشهريه المعقول، لان احنا بنقول الدوره الشهريه يعني ايه دوره؟ يعني بتيجي بشكل منتظم. ايه هو الانتظام؟ هو ان الست بتجيلها الدوره ما بين اول يوم في الدوره دي واول يوم في الدوره اللي بعديها فتره زمنيه لا تقل عن 21 يوم ولا تزيد عن 35 يوم. فاذا كانت تقع في الرينج ده يبقى هي مظبوطه، فيها 22 يوم، فهي جوه الرينج، فبالتالي ما عندناش مشكله فيها. يتبقى بقى ان احنا بالنسبه لياسمين هنبدا ندرس حالتها الهرمونيه بقى، يعني هرموناتها ماشيه ازاي. عندها التقبص دي، يعني لما تبقى هي الدوره بتجي لها كل 22 يوم يبقى التبويض بيحصل عندها بدري شويه، بيحصل عندها مثلا في اليوم الثامن من الدوره، وهي عندها مفهوم انها بتحصل في ال 13 كما هو سائد، فهي احيانا بيحصل جماع بعيد عن وقت التبويض. فبالتالي احنا بنقول للناس دول احنا لازم نعمل الخريطه الهرمونيه بتاعتها، فبنبقى عارفين هي فين التبويض بتاعها بيبقى موجود، وبالتالي نقدر نساعد في ان الدنيا تنتظم باذن الله. بس طبعا المده مش كافيه يعني.